دابا دابا انا شخصيا انا شخصيا انا شخصيا من دور ديال وزاره الصحه تحملت المسؤوليه ديال الوضعيه ديال هاد السيد عرضه للاعتداء داخل ديال المستشفى ومن دون اعطاني الكلمه مسؤوله بانه غادي يجي دابا باش يحل المشكل. اذا حنا ما فاكرينش يتحل المشكل ديال هاد السيده سي عبد الرحيم مهدي حينك الكلمه. وخلاو ولدو في الكابينة هنا هنا في هاد السبيطار هذا في الكابينة هنا في هاد السبيطار وخلاو ولدو في الكابينة وخلاو ولدو في وهي كتخاوك تحط شافها ما عندهاش وكتقول لي عطيني الفلوس كتقول لها دابا يجي راجلي ويعطيك. اذا هذه المسات ها هي المحكمه الشعبيه الشعب والاموال ديال المشكل. بنتي جات تولد وبعد قالت لها تعطيني الفلوس قالت لها تيجي راجلي ويعطيك الفلوس وخلاتها توجع بالكابينه وولدت في الكابينه وجات المراجعه باقا دابا قلت صحه الدين العربيه باقا مريضه. اش من تاريخ هادشي؟ وانا عندها دابا شي 6 شهور باقا الان دابا تعاني اليوم باقا قليل الصحه باقا مريضه حتى تبات في البروده. هذا المستشفى الاقليمي ديالنا وبالمندوب ديالو وبالمدير ديالو وبالاطباء ديالو وبالموظفين ديالو كلشي خدام هذا الشعب. واش الا كنتي خدام عندي وكنت قادم عندك هذه هي المعامله اللي كنعاملوا بها نموذج سمعتوا النموذج حي اخر. تصوروا معايا كيجي الانسان مريض وجاي عنده داء وكيكشفوا عليه وكيقولوا ليه خذ رونديفو ديال 6 شهور 8 شهور تيموت في داره. كاينين هنا اطباء انا حتى لا اقول على انني اتكلم عن جميع الاطباء انا اقول بعض الاطباء اللي كيجي عنده المريض كيقول ليه خاصك هذه العمليه نديرها لك نديرها لك في كلينيك لان هنا راه ما كاين حتى شي حاجه كيخلعوا. تصور ماري يعاني ويقول لي الطبيب فين كيدي الكلينيك ديالو اللي داير معاه هو في اطار محسوبيه وهذا خرق سافر القانون. هذا مواطن كيجي المستشفى ديال مؤسسه عموميه كيتحايلوا عليه ويديوه المصحه ويستنشفوه في المواد ديالو عنده ولا ما عندوش. نؤكد مره اخرى باسم الحركه الحقوقيه على اننا سنواصل الاحتجاجات والمحطات النضاليه مسلسله الى غايه تحقيق المطالب المشروعه اللي الحركه الحقوقيه ترفع لاداره المستشفى مطالب من اجل الحد من هذه الخروقات وانتهاكات الجسيمه ديال المواطنين وتحيه نضاليه.